ناجي طول ما هو عايش هيبقى هو الفتوة، ولا فيش فتوة غيره. <applause> أنا تعبان الليلة ده يا الليلة دي بس، اللي جرالك جرالك من زمان. ما خلاص راحت عليك يا معلم. اخرسي. <applause> سكتني لو تقدر، اكسر عيني لو شاطر. اخسر عليك يا مش قادر تستحميني هو أنا قادرة أستحمل نفسي لما هستحملك أنت كمان اسمع بقى يا راجل أنت من اللي ملكش مالكش دعوة بيا أبدا أوعى مس شعرة من راسي ولا تدوسلي على خيال فاهم؟ فهمت يا سنية فهمت ما أنتوا كده صنف الحريم زي الدنيا الدارة اللعبة بتتغير في ثانيه لمح البصر بس اذا كنت فعلا ان انا خلصت تبقي غلطانه يا انا حفضل سليمان الناجي الفتاوة فتاوة من غير نبوت في مشهد خلدوا التاريخ من فيلم الحرفيش انتاج سنه سته وثمانين إخراج العبقري حسام الدين مصطفي ومن رواية الأديب الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ بطولة الفنان محمود ياسين والفنانة صفية العمري المشهد ده صور المشكلة اللي بتنجم أو المشكلة اللي بتنتج عنها في الأسر مشكلة ضعف الجنسي أو ضعف الانصاب وازاي رد الفعل اللي بيحصل من الست لما يحصل الموضوع ده. وللاسف في الروايه سنه 86 كانوا ساعتها كانوا ظالمين الراجل وكانوا ظالمين الست من رد فعلهم. رد فعل الست الناس عايبته عليها لان هي المفروض تستحمل والراجل برده رد فعل أنه هو ما ما بدأش يجري وراء موضوع أنه هو يعالج المشكله الحقيقيه اللي حصلت له. فبالتالي بس ده احنا برضو ما نلومش عليهم لان ده كان سنة 86 يعني احنا بنتكلم عن تاريخ قبل ما عقار السلد نفيل يظهر او الحباية الزرقاء لكن لما المشهد ده يتكرر سنة 2023 فاحنا لازم نحط 100 خط ولازم نبتدي نوجه رسالتنا في البرنامج النهاردة اللي احنا تكلمنا فيه برنامج بلا حرج ونبدأ نكسر التبوهات ونبدا نشرح اصول المشكله فين وايه اللي بيحصل منها وايه الطرق العلاج لازم نعرف في البدايه ان الاسره هي نواه المجتمع وزي ما احنا شفنا في المشهد ان ممكن اسر كتيره تتفكك بسبب المشكله اللي بتحصل المشكله الجنسيه اللي بتحصل ما بين الزوج ومراته طيب هل الموضوع ده فعلا حقيقي او حجمه بالمبالغه اللي احنا بنتكلم فيه من من 10 سنين في دراسه اتعملت من واقع دفاتر محكمه الاسره اجرتها جريده اليوم السابع سنه 2013 يعني من 10 سنين بتقول ان في 139 الف حاله خلع وطلاق خلال سنه 2013 بنسبه تتخطى 66% حالات بسبب مشاكل في العلاقة الحمامية وده طبعا بيسبب مشاكل كبيرة وبيعمل إحراج لأن الموضوع ده برضو إحنا حاطين تابوهات عليه وبنقفل عليه الراجل بيقول أنا راجل ما عنديش مشكلة وعيب إن حد يقول عليا كده واتهامه في موضوع المرض اللي احنا بنتكلم فيه زي الضعف الجنسي او اتهام الزوجه برضه لان برضه لازم نحمل المسؤوليه على الطرفين الراجل والست لو احنا حملنا المسؤوليه على الراجل يقول لك لا محدش يقول عليا كده انا راجل وهي ما تمسش رجولته على قد ما هو مرض يمكن علاجه زي كل الامراض وبرده الكلام في الست لا بيحصل مشاكل عند الست وهنبدا نسردها النهارده في الحلقه طيب الدراسه دي اتعملت سنه الفين آه يعني من عشر سنين طيب الفين ايه الاخبار في دراسه تانيه برضو من دفاتر محكمه الاسره من جريده اليوم السابع الفين وعشرين عن ارتفاع نسب الطلاق لاربعه مليون مطلقه وتسعة مليون طفل ضحايا للانفصال بمعدل حوالي حاله طلاق كل أربع دقايق منهم 55% من حالات الطلاق بسبب مشاكل العلاقة الحمامية. يعني أعتقد إن المشكلة تفاقمت أكتر وأدت لأطفال كتيرة بدون أب وأم قاعدين مع بعض في نفس الأسرة. واللجوء للمنشطات الجنسية اللي بتسبب مشاكل على المدى الطويل. طيب المشاكل الجنسية ديت هل نقدر نقول ان الزوج هو اللي مسؤول او نقدر نقول ان الزوجة هي اللي مسؤولة الصراحة زي ما زمان كنا بنقول ان خمسين في او احنا يعني افتكر زمان كان كل لما يحصل مشكلة في الخلفة كان الراجل يقول الست هي السبب ويسيبها ويروح لواحدة تانية ويتجوز التانية ما تخلفش يقول لك لا هي السبب يروح لواحدة تالتة بس بعد كده اكتشفنا مع تطور العلم ان 50% من الحالات التأخر تأخر الانجاب سببها الراجل و 50% سببها الست يعني المسؤوليه مشتركه، برضو المشاكل الجنسيه اللي بتحصل نسبه كبيره بتقع على طائل الراجل ونسب كبيره جدا بتقع على طائل الست، طيب نبتدي بالزوجه ايه اللي ممكن تقابله الزوجه يعمل مشاكل معها المشاكل الجنسيه اللي بتبقى عند الست اه حاجات زي انخفاض الرغبه الجنسيه وده الاكثر شيوعا يعني الست ما ليها رغبه للموضوع ده خالص وللاسف ضعف الرغبه الجنسيه عند الست ده بيكون سببه التربيه اللي, اللي بتقول لها لا ده عيب لا ده عيب ده عيب لا ما تتكلميش معايا في الموضوع ده حتى احنا بالنادي بدخول الثقافه الجنسيه في المدارس ولازم نعمل بروتوكولات معينه نقدر ندخل الثقافه والوعي الجنسي جوه المدارس في ما يناسب الحضانه وفي ما يناسب المرحله الابتدائيه وفي ما يناسب المرحله الاعداديه بحيث ان احنا ناهل الشخص ده ان هو يكون سواء ستة تبقى جيده عندها وعي جنسي كويس وسواء او راجل يبقى زوج جيد عارف حقوقه وعارف واجباته طيب وفي حاجه تانية برضو بتحصل عند الست اسمها اضطرابات الاستثاره الجنسيه واشهرها حاجه بنسميها فاجينيزمس او التشنجات المهبليه ودي عاده بتحصل ليله الدخله وده برضو بيؤدي الى تاخر العلاج او تاخر العلاقه الجنسيه وبرضو بينتج عنها مشاكل للراجل ومشاكل للست وفي اضطرابات النشوه في ستات بيحصل لها مشاكل في النشوه وفي اضطرابات الالم الجنسي او ما بنسميها ديسبارونيا وده برضو بيبقى سببه التهابات امراض مزمنه بتحصل عند الست او انقطاع الطمس فيبدا ان المنطقه بتاعه المهبل دي ما يبقاش فيها افرازات فيحصل الم اثناء الجماع فالست تنفر عن الموضوع ده والحاجات الثانيه واهمهم امراض المزمنه زي السكر احنا زي ما بنقول ان دلوقتي في اه اه تخصص اسمه امراض ذكوره لعلاج الضعف الجنسي وتاخر الانجاب عند الرجال فدلوقتي في برضو تخصص جديد ظهر لعلاج الاضطرابات الجنسيه عند السيدات ولقينا ان هو يوازي بالظبط اللي بيحصل عند الراجل لان الراجل والست الاثنين عندهم مرحله اربع مراحل مشتركه في العمليه الجنسيه اللي هي الرغبه، الانتصاب، القصف والارتخاء ولما بيحصل مشاكل بيحصل مشاكل من الناحيتين. معانا اتصال تليفوني من الاستاذه سناء من من الاسماعيليه. ممكن نعلي الصوت بعد اذنكم؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم تحت امرك اتفضلي. انا عايز اسال سؤال يعني انا بخصوص جوزي يعني العلاقة ما بيننا ممكن تكون كل خمس أيام ستة أو كل أسبوع أو زي كده يعني هل لي تأثير على الخلفة يعني وأنا ما خلفتش سنة ونص أنتوا متجوزين بقالكم سنة ونص امم والعلاقة الجنسية مش منتظمة يعني كل خمس أيام ستة ومش كتير يعني لو طولت عشر دقايق طيب احنا احنا دايما لما بنيجي ننصح اتنين متجوزين جداد وبننصحهم بمعدل الجماع المظبوط فدايما بنقول ان المعدل الجماع المظبوط سنكم كام سنه؟ انا 23 هو 25 طيب سنكم شباب فمعدل الجماع المنتظم في سن الشباب بره اطار الدوره فبيبقى يوم اه يوم لا واهم حاجه ان يكون الجماع منتظم انتوا متجوزين بقالكم سنه ونص فديت احنا كده بنتكلم عن تاخر في الانجاب طب انتوا بدأتوا تكشفوا أو تدوروا على الأسباب اللي أدت للتأخر يا ست كل؟ لا لا لا، انا بتأخر الإنجاب؟ انتوا بقالكم سنة ونص لسه والجماعة يعني في جماعة منتظم ومفيش خلفة أو أيوة. مفيش حمل طيب ده يعني احنا بنسميه تأخر إنجاب؟ أنا خدت شريط أيوه للحمل يعني ورح. انتوا بتستخدموا موانع حمل؟ لا لا ما بتستخدمش أنا خدت شريط ده انتظام الدورة متدوره وداني شريط تكنف يولا طيب وهسالك سؤال يا ست الكل هل زوجك عمل تحليل سائل منوي؟ لا والله طيب بصوا مش بصو حاجه ولا فيش خلينا عايزين نقول كام تعريف كده اول حاجه يا ست الكل تاخر انجاب يعني اثنين متجوزين بيقيموا العلاقه الجنسيه بانتظام بدون استخدام موانع حمل من 8 شهور لسنه بعد كده لما بيحصل لو ما حصلش الموضوع ده انا ما انصحش ان الست هي اللي تبتدي لان موضوع ان احنا نعرف الاسباب الموجوده عند الست بيبقى معقد اما بالنسبه لان احنا نعرف الاسباب فابسط حاجه ان احنا نعمل تحليل سائل منوي انت معايا لسه ولا ولا مش معايا طيب يعني انا بنصحها ان احنا يعني هي بدات تاخد علاج لنفسها وبدات تنظم الدوره والكلام ده بس انا نصيحتي ليها ان جوزها هو اللي يبتدي لان الراجل عشان نعرف المشكله موجوده ولا لا عنده احنا بنحتاج تحليل واحد بس تحليل سائل منوي التحليل ده نقدر نبص على ثلاث حاجات اساسيين فيه اللي هي عدد الحيوانات المنويه الحركه بتاعه الحيوانات المنويه وعدد الحيوانات المشوهه والله لقينا الموضوع عنده كويس وما فيش عنده مشاكل نبدا نتوجه في الست لان الست بنعمل سونارات وأشعة بالصبغه واشعه على الانابيب واشعه على الرحم وهرمونات وانتظام دوره فالحاجات دي كلها بتاخد وقت طويل طب احنا نبتدي بالسهل ولا نبتدي بالصعب نبتدي بالسهل نبتدي بالراجل معايا الاستاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك دكتور اهلا وسهلا حبيبي والله يا دكتور كنت عايز اسال بس حضرتك سؤال في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني تحت امر والموضوع ده يعني مهم جدا ويا حضرتك يعني يعني بصي برامج كتير في الموضوع ده لان الموضوع ده مهم جدا وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي باذن الله احنا يعني اول حلقه النهارده بس باذن الله ان شاء الله يعني احنا هنحمل موضوع وعي والثقافه الجنسيه دي بانتظام كل يوم خميس ان شاء الله ماشي يا دكتور جزاك الله خير. تحتعمل. والله السؤال يا دكتور بالنسبة للرغبة يعني الرغبة عادت بتتأخر يعني مثلا كل 15 يوم 10 أيام أنت عندك كم سنة؟ عندك داخل على 38 سنة 38 سنة. آه. طيب شكرا يا أستاذ أحمد وأنا هشرح موضوع الرغبة ده لأن هو مهم فعلا جدا وأنا بشكرك على سؤالك. موضوع الرغبة الناس كلها بتعتقد إن المشكلة كلها بتكمن في الرغبة العملية الجنسية أربع مراحل رغبة، انتصاب، قصف، ارتخاء دايماً إحنا بنقول إن المشكلة في الرغبة فالباقي كله هو اللي غلط مع إن بنسبة كبيرة وبنسبة 99% إحنا بنلاقي إن المشكلة حاجة من المراحل الثانية حصل فيها مشكلة أو... اثر نفسي نتج عن علاقه جنسيه مش مظبوطه وده عاده بيكون سبب سرعه القصف او ضعف انتصاب يعني الشخص ده لو حصل له مشكله في الانتصاب او مشكله في القصف فيؤدي ان هو يقوم بعمليه جنسيه مش مظبوطه ف او ما يكونش فيها ارضاء للطرفين وبناء عليه الرغبه تبدا تتاثر انا دايما بمثلها للمريض بقول له لو انت داخل امتحان انجليزي وداخل امتحان فرنساوي انت شاطر في الانجليزي بس مش شاطر في الفرنساوي انت هيبقى شكلك عامل ازاي وانت داخل امتحان الفرنساوي هل هيبقى نفسك تدخل الامتحان ولا بتقدم رجل وبتاخر رجل نفس الكلام لو الشخص ده اه ما عملش كان كويس في موضوع الجنس سواء انتصاب او قصف او تاخير او حاجات زي كده فبالتالي اه هيبقى مقبل على الموضوع لانه هو بيؤدي الى المتعه كويسه جدا ليه واستمتاع عند الزوجه، لكن لو في مره او مرتين زي ما حصل في المشهد اللي احنا شفناه في اول الحلقه الشخص نفسه بيبقى خايف يدخل، خايف مراته تلبس له حاجه او تتجمل له بحيث ان هو يفشل او يبقى شكله مش حلو. فبناء عليه هنا الرغبه بتبقى نتيجه. ساعات في حالات قليله جدا الرغبه بس سنه صغير جدا عن ان هو يحصل حاجه زي كده ان الرغبه تكون هي السبب في ضعف هرمون التستستيرون هرمون التستستيرون هو اللي مسؤول عن الرغبه عند الراجل وحاجه تانية بقى كمان مسؤول عن الرغبه عند الست يعني الستات بيبقى عندها هرمون ذكوره بس بمعدلات قليله جدا معانا اتصال تليفوني الاستاذ كريم اهلا السلام عليكم اهلا اهلا ازيك يا استاذ كريم ازيك يا دكتور ازيك يا حبيبي اخبارك ايه ايه كل عام طيب التلفزيون أهلاً بس هستاذنك هستاذنك يا استاذ كريم توطي التلفزيون بس عشان في صدى صوت بيظهر خلاص ماشي ازيك يا دكتور عامل ايه اهلا وسهلا يا حبيبي اتفضل عامل طيب عامل ايه صحه وسلامه يا حبيبي الله يخليك يا دكتور كان مراتي كان واخده مركبه كبسونه انا مخلف معايا اثنين ما شاء الله ربنا يخليهم لك الله يخليك يا دكتور معايا مريم عندها 12 سنه ومحمد عنده 9 سنين وجت كان متركب وسيله لاولو تمام ف بقى بعد سنين. بعد محمد ركب الكبسوله اللي هي ثلاث بتقعد سنين تمام فجت شالت الكبسوله بعد 3 سنين فما حصلش حمل تاني من ساعتها حتى يعني رحت لكذا دكتور ده علاج وما يحصلش تمام فلا اكثر من خمس سنين يعني اي طب انا عايز اسالك سؤال انت انت عملت تحليل سائل منوي؟ اه عملت والتحليل طلع كويس؟ تحليل كويس تحليل السائل المنوي بتاعك طلع كويس؟ اه طلع كويس بس مش عارف بقى الست عندها حتى الدوره بتاعتها متاخره الوقت طيب دورة بص دورة بص بتاعتها كده لها فتره كده لها بتاع 5 6 شهور يعني دورة. يفضل ان احنا نشوف تحليل السائل المنوي لان تحليل السائل المنوي برضو في بعض المعامل بيطلع بطريقه مش مظبوطه فاحنا بنست... ب... بنفضل التحليل يتعمل في مراكز خصوبه متخصصه عشان لو في اي مشاكل نقدر نطلعها اما بقى لو المشكله عند المدام فديت بتبقى تخصص دكتور نساء ان هو ي... 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 انت بتقول الدوره ما بتجيش بانتظام فاكيد يبقى في عندها مشكله في 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 النسا فدي تروح لدكتور نسا ونراجع برضو تحليل السائل منه عشان نتاكد ان ما فيش اي مشاكل من عندك في تاخر الانجاب استاذ ياسر اتفضل يا دكتور اهلا اهلا الله يخليك منور حضرتك الصحة والجمال وبقى لنا كل العاملين بالصحة والجمال بنورك يا حبيبي الفاضلة على قلبنا والله ربنا يخليك أولا أنا بس أقول لحضرتك حاجة يعني يا تهتم بيها وتوعظ بها كل الشعب المصري إن أنا بلاحظ حضرتك يا دكتور على كل المحطات الفنائية بيعملوا أهل فن طبعا بتكلم بخصوص الحلقة الجميلة اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هي الضعف الجنسي بيقعدوا يعرض حاجه كده ارجو ان يكون الشعب عنده وعي اللي هو يقول لك الجهاز الامريكي لـ لـ كويس تنظر. كويس قوي 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 ان انت ذكرت الموضوع ده في اللي هو جهاز عن... السحب اتفضل انت بتتكلم عن جهاز السحب الامريكي صح اه ده ده على فكره ده كله وهم على فكره انا صح. في السعوديه سالت اطباء سعوديين واطباء كانوا عندي في السعوديه من المنصوره والشرقيه وكده وكل الاماكن قالوا لي كل ده وهم وهم فانا برجم اللي حب بالنقطة الاولى ان ننصح الناس ان كل ده كذب ووهم وهنشرح وهنشرح ازاي هنشرح ازاي عشان دي مهمه لان انا قابلت في العياده فعلا ناس كتيرة استخدمت الحاجات ديت وللاسف يا ريتها يا مثلا يكون موضوع خساره فلوس او يكون نصب بس لا ده في اضرار بتنجم عنها وانا هقولها هبدا اقولها دلوقتي. طيب شكرا طيب أنا عايز أجاوب بس على الأستاذ في عندنا في في بعض القنوات للأسف خارج إطار وزارة الصحة بينوهوا عن أجهزة زي أجهزة السحب وفي يقول لك الكريمات اللي بتكبر واللي بتصغر واللي بتعالج ضعف الإنصاب واللي بتع... طيب إحنا الحاجات اللي سجلت عندنا في العيادة اللي شفنا من وراها مشاكل زي كده في حاجة اسمها جهاز السحب، جهاز السحب ده ده جهاز أسطواني بلاستيك في بيسحب هواء عشان يشد الدم اللي موجود وفي حلقه بتركب على العضو بتفضل تحافظ على الانتصاب مبدئيا هو موجود في العلاجات بس ده بيبقى اخر العلاجات ما هوش السحر زي ما هم بيقولوا ده اخر العلاجات للاشخاص اللي ما ينفع لهمش حتى العلاجات الجراحيه ليه بقى بنلجا ليها في الاخر لان الدم اللي بيتسحب ده ده بيبقى دم جاي من الوريد يعني مش يعني مش مليان اكسجين زي اللي بيجي من الشريان فدم ده ما بيغذيش العضو ولما بنركب الحلقه فاحنا بنخنق العضو هو بيدي انصاف الجزء الامامي والناس اللي ما تعرفوش ان العضو الذكري بيبقى ليه جدر قد الجزء الامامي دوت هو ده اللي بيصلب العضو فبالتالي العضو بيبقى يا دوب منفوخ كده وبيبقى سايب حاجه تانيه الحلقه دي لو قعدت على عضو اكتر من نص ساعه للاسف ممكن تؤدي لغرغرينه في العضو زي ما واحد يخنق الصباع بتاعه ولا دم بيدخل ولا دم بيخرج. دي حاجه، حاجه تانيه الكريمات اللي بيقولوا بتعمل كل حاجه بتكبر وتصغر وبتاخر بتكبر وتزود الانتصاب والكلام ده للاسف انا شفت حاله جاتلي لي العياده الشخص ده راح برده اشترى من الحاجات ديت الكريم ده وجالي بحرق درجة ثالثة في العضو نتيجة ان هو ما يعرفش ايه الموجود جوه المرهم ده ولما احنا شفنا المرهم ده لقينا ان المكون الاساسي بتاعه شطة اللي هو زي الكريم اللي بيدهن للكدمات والاصابات الرياضية ففي من مكوناته شطة فلما يجي على منطقة حساسة ديت وخصوصا لو حد عنده حساسية فبيحصل له حرق في العضو فده احنا بننبه على الموضوع ده معناه الاستاذ استاذ ايه أستاذ أحمد, أحمد أهلا أهلا يا أزيك يا حبيبي أخبارك إيه؟ لسه مكلمك أبو مش عارف حضرتك تحت أمرك بقول لحضرتك أنا بالنسبة كلام حضرتك كله مظبوط 100% في حاجة إن أنا يعني حتة الانتصاب دي سليمة مش فيها أي حاجة ولا فيها طبعاً. أي مشاكل يلمش... هو بس أه بس انت... انت... أو ممكن حضرتك اللي اللي إن هو فعلا ما المجب... بيبقاش راضي عن العلاقة أو زي ما حضرتك قلت يعني عشان نتاكد ان مفيش مشكله لان بص هقول حاجه المريض ممكن يكون بيشتكي من حاجه ولما نبدا ن... يعني احنا في اجهزه دلوقتي موجوده زي الريجي او البنايل دوبلر او اجهزه كتيره بالكشف والكلام ده نقدر ممكن نكتشف ان السبب حاجه تانية خالص غير الشكوى بتاعها هديك مثال مثلا حاجه زي سرعه القصف في ناس كتيرة بتبقى فاكره ان سرعه القصف في حد ذاتها مرض في حين ان سرعه القصف ده عرض طيب هل سرعة القصف ده عرض لحاجة واحدة لسبب واحد؟ لا لحوالي أربع أو خمس أسباب منها أن الشخص ده يكون عنده ضعف انتصاب بس ضعف الانتصاب مش ظاهر غير كسرعة قصف خصوصا في حاجة اسمها سرعة القصف الثانوية في عندنا نوعين من سرعة القصف سرعة القصف الأولانية أولية اللي بتحصل من أول لما يتجوز في شخص كان عنده سرعة قصف وبعدين اتظبطت وبعدين رجعت تاني تمام في دي بنسميها سرعة القصف الثانوية ودي عاده بيكون سببها ان الانتصاب مش قوي او بيقوم بس بيبدا يروح منه الانتصاب فبالتالي بيشد على نفسه جامد عشان يحصل سرعه قذف حاجه ثانيه مثلا اختلال في ماده السيروتونين في الجسم وده بيبقى عنده اعراض زي الاكتئاب واضطرابات في النوم وسرعه قذف برده ده سبب ثاني من الاسباب في زياده الحساسيه بتاعه العضو في حاجه اسمها احتقان البروستاتا فبالتالي الشكوى اللي انت بتقولها ديت برضه عرض لاسباب كتيره فعشان نعرف الاسباب بالظبط لازم يعني نلجا للوسائل الجديده في التشخيص زي الرجسكان والبنايل دوبلر والكشف عليه فيعني اتمنى ان انت ممكن تنورنا ونبدا نشوف ايه سبب المشكله ديت وانا بشكر والله المشاهدين الاعزاء على الحفاوة ديت في اول حلقه وطبعا ما قدرناش لضيق الوقت ان احنا نقدر نكمل الاسباب احنا اتكلمنا عن المشاكل عند الزوجه وعند كم المشاكل اللي بتحصل الاسريه بسبب مشاكل الضعف الجنسي ان شاء الله في الحلقات القادمه هنبدا نستفيد في الموضوع وفي الحلقات القادمه كمان هنبدا ندخل معانا تخصصات مرتبطه بموضوعنا زي تاثير التدخين على الضعف الجنسي او تاخر الانجاب زي المشاكل فهنستعين بتخصصات مختلفه ونسمع من وجهه النظر بتاعه التخصص الثاني ونبدا نتناقش مع بعض عشان نوصل لحلول جيده ونقدر نقدم رسالتنا اللي احنا بنقدمها من برنامج بلا حرج اسعدتونا وشرفتونا وشكرا لكم